يا حياكم الله متابعينا من بعد هذا الفاصل، ونرجع لأجمل فقرة من فقراتنا. طبعا فقرات جميلة، وبس هاي الفقرة تتميز بالطابع التراثي ويا سوالف شيخة. حياة الله شيخة. أهلين حبيبتي، شخبارك؟ الحمد لله طيبة. من بعد غيبة شفناك. شفتي عاد لازم الواحد يغيب عشان يشتاق غيره. مع أن الأسبوع اللي طاف كان كله ويانا عمر، الحين أرغناه، ما نبى الرجال، خلي يطلع لنا. إحنا عاد يلسة حريم بنقعدها، يلسة حريم. زين اليوم عاد شخبارك استاذ؟ الحمد لله علومك طيبة. الحمد لله طال حالك. الحمد لله اليوم عاد ويانا الأخت عائشة سالم زايد، هي عاد عضوة سابقة في التنمية الاجتماعية في الفجيرة. ما شاء الله. ايه شخبارك؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله. مسكينة ضيعناها اليوم، ضاعت لما وصلت للبرنامج. بس تدور من مكان لمكان وادق لها، وين تقول لي الهيئة؟ أنا ما أعرف الهيئة، أعرف إن الهيئة الكهرباء، بس وين؟ أي مكان يعني؟ أنا ما أسير الكهرباء. زين تيها تضيعين. إيه ما أسير. ترى أنا قلت لها ورحت البنايات كل وحدة 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 وحدة، تقول لي حذالة قصر شهر زاد، ويت حذالة قصر شهر زاد، ما شفت الهيئة، بعدين الهيئة مكتوبة بالأسود. كان يقوم ويي وقف سيارة واحدة أشوف الهيئة وين هذا المكان، وأنا أتكلمني على التليفون. بعدين شفت الهيئة. الحمد لله على السلامة، المهم وصلت بالسلامة الحمد لله، وما شاء الله عليها حتى تلق بالوردي. الحمد لله. ما شاء الله منورة. نور نور حبيبتي. زين قبل لا تبدون، أنا ما أعرف اليوم عن شو بتتكلمون، هالشيء شو يسمونه؟ هاي بخوصة. ها؟ بخوصة. بخوصة يعني هاي كدورة بخوصة. ما شاء الله حلوة. هي شيء يعني مخططة بقليب. وبنسيعة يسموه وبطيرة بعد طيرة وصالحني صالحني وصاخنة متخاصمين ما عليه صالحني والثاني شو؟ وحلوة صاخنة حلوة صاخنة يعني هاي مثلا النكشة هي النكشات يعني النكشات شو يسمونها؟ كانوا يجيبوا لنا بعد من الهند وتة خامات وتة يعني الحين انا لو سرت وقلت له ابى صالحني شيء كل شيء موجود في الشارقة بس زين حتى لو في مال قمشة ما يعرفون الباكستانية وهاي بتقول صالحني بس شاف ترى مخططة هي ترى إذا ما عرفت الخامة ما بتعرفها شيء مخطط صغار شيء مخطط كبار يعني خطوط كبار صالحني كيف شكلها أنا صراحة شيء كبار شيء خطوط صغار شيء خطوط كبار يعني مخططات شيء بزرق وأحمر يعني جميع صالحني الألوان. هاي مخططة هي مخططات جميع الألوان وبطيرة فيها وردة كذا تطيش نفس الطيرة هي وردة بس هي أنت اللي تشوفيها نفس الطيرة هي بس هي وردة لكنها مشكلها شكل الطيرة سموها بطيرة حلو. كنت بلبسها اليوم لكن قلت لا خلنا نلبسها لا احسن بعد لبستنا هاي بخوصة لا ما شاء الله عليها مرتبة وحلوة بالخوصة قلت اول بلبس نفسها هذه كبطيرة لكن قلت بلبسها هي احلى اليوم يوم الزون احنا راح نتكلم عن السحناة يسمونه سحناة قاشع بعد شو يسمونه برية اول شيء برية قاشع سحناة انا اسمي سمك بودر شو حد هل انتوا الحين هذا طلع عطيها من الزين طلعكم انتوا الحين قوم البرجر والنقانق الحين انتوا اللي سمك بودر اذا سمك يسوونه بودر ما حد الحين يومي حد يقول لنا اعطونا سمك بودر بنشتري وش سمك بودر زين انت ما تعرفينه شوف الصور سمك بودر هي لكن ها اكو هذا سمك بودر هذا قاشع وعقب في عندنا العومه في الصيمة في السلبة هذا كله أول هذا كله يسموه سحناء كله يسووا سحناء أول هذا يعني أي سمك يبسونه ويسوون بودر يسمونه سحناء سحناء يوم وكيف تعرفون الفرق ما بين هذه جايبة ليش أنا جايبة ما عليك بتروي الصورة كاملة ذاك اليوم يقول لك أنا مرة من صوب جارتنا تراها ذاك اليوم أنا مرة من صوب البيت اللي أشوفها ما شاء الله هي وشلة الإيران كلهم قاعدين ومبسطين وقاعدين يسوون بالسحناء يدقدقونها وينظفونها وكل شيء ها الحين بتروييك قلت لها قالت لي تعالي بنستضيف قول خبرينا عن هذا اللي تسوينه انزين وكيف تيبسونه وكيف تسوونه؟ اول ترى يضغوا الريايل يضغوا في البحر يصيدوا البريه يبسوها البريه اللي هي هاي السمكه هي السمكه الصغيره هي البريه يسموها بريه يصيدوها عقب ما يصيدوها يروحونها في الشوارع يروحونها كل حين كل مكان بعدين احنا يوم عاد تي بس نعرف يعني اليوم ضاغين خبرونا نفس كيف هاي اليابسة الحين المشاهدين خبرونا قالوا اليوم البري اليوم ضاغين يوم يقولوا اليوم ضاغين احنا اليوم صايدين برية رحنا عنا هناك صوب القرية هناك يبيعوا ينشفوا البرية تستوي يابسة
تراهم يطلعونها وينشفونها عن السيف. اي يطلعوها وروحوا يسموها ترويح مروحين الجرداب نقول احنا عنها. يفرونها على السيف. هي لا ما على السيف على شيء نظيف على القار على مرقع يعني نظيف. ما يحطوها على السيفة، السيفة بتنتظر سيفة بتستوي ما حلوة. زين. يحطوها على الشيء زين يعني سطحي يكون يابس. زين وإذا على القار عقب يغسلونها يعني؟ لا لا ما يغسلوها. القار الشارع ترى نظيف الشارع. الحين الشارع الحين القار ما نظيفوش فيه ما في شيء. يروحوا فيه البرية عقب ما يخلصوا تي بس قلبوها مرة ثانية يقلبونها يقلبوها يقلبوها. الصوب الثاني يبس. الصوب الثاني هي يقلبونها ولين بالباكر. باكر عاد خلاص لاموها ولفوها حطوها في خياش. صرنا احنا هناك عندهم كم الخيشه 100 توصل 120 توصل 140 توصل اول بدايتها يعني 40 50 ناخذها لكن بعدين قمنا ناخذها على 100 على 120 اي الغلا اي غلا غالي نجيبها عاد احنا هنا ننظف نقطع توالف هذه وذي وذي الايراني يعني احنا ايران نيلس متعودين نيلس العصر يلسنا العصر ما اللي ما متعود ترى عندهم بشاكير يقطعون بشاكير يسنسون شو تقطعون؟ يقطعوا القاشع روينا شوي خلي المشاهدين برويكم انا يعني تقصون راسها بس هي هي ها شوفيها يوم نجيبها من الوجه يسموه يوم نجيبها من هناك من اليرداب هذه براسها ويا راسها شوفيها انزين هذه ويا الراس روي المشاهدين شوفوها ويا الراس نجيبها ويا راسها هكيها نحطيها لكم ويا الراس مياب مياب يابس هذا الحين هذا ويا الراس نجيبها منه وجبناه وحطيناه صبينا داخل صينيه من هالكثر ودرنا حرمتين ثلاثة أربعة اللي عطيه زب تاكله الحين هي بتاكله الحين هي خليها تاكله اللي متواجدين قطع وهاد قطع شوية وهاد قطع شوية وعقب ما نقطع ونخلص بيكون هذا كذا مقطع عاد الحينها يعني بس راسها وذيلها خوزنا الراس بس الراس إيه الراس وذيل ولا لا بس الراس بس الراس هي خوز الراس عقب ما نخوز الراس يبسنا بروحنا هنا في البيت حطينا كلي صماط وفرشنا على الصماط ولحفنا عن ذباب ولا شيء لين يبس في الشمس مسويت له شيله خاصه على فكره لين الشم لين خبريه عن الشيله ايه لين الظهر نجيب انا احط لها شماده اجيبها شيل شماده مال البيت ولحفه عن الدباب اللحفه حد يلحفه بصماط نصلي السفره مال الاكل ولحفه عقب ما نخلص وهذا تشوفيه يابس حطيناه داخل خيشه ردي حطيناه في خيشه ولا كيس ثقيل وكسيناه مره لين يندمر يعني هذا استوى صغار صغار شويه الوسخ منه يخوز التراب يخوز الصفط فيه هذا يخوز كله يعني ها انتم ما تطبخونه بس لا 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 ما نطبخه بس كذا انت ما تاكلين قاشع شو لا ما بودره تاكل لا حتى لا ما تاكل بودره لا قاشع ولا سمك البودره ما قاشع بودره ما جربت صراحه عقب يبنى لي المنحاز الحين سموه هاول ودقوا منحاز ورشاد ودقينا دقينا مره ولا من النصف هذا النطفه من الضاف ننسفه ونعطيه مشخال نشخله يطيح منه الرميل يطيح منه السيفه كل شيء مره يطيح منه مره تم مره ابيض نظيف ما في شيء يبنى المنحاز حطيناه في المنحاز ودقيناه حد يبقى بودره مره بودره بودره نفس الطحين وحد يبقى لا لا في 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 روح يعني بعد انه في حبات يعني حلاتها هي يوم فيها روح البودره هي شويه فيها حبات يعني كذا هالشكل هذا المقطع وهذا ما مقطع يسموه مزون عاد تناكل شو عيش ابيض ويا سمن العربي على السحنة ايه وحطي على السحنة هاي يا حط اللي انا حيت من زمان يوم كنت صغيرة مرة كانوا ياكلون متفلتي اكيد لا حسيت انه كأني اكل برادة حديد شي قطع شو برادة حديد الله يحط ليش عيش العيش خليه شوية لين ما يكون يابس لا ومن هاي الحزة ما جربته حط السحنة وحط عليها الدهن رش الدهن شوفوا شوفهم يستمتعون يحطون السمن وحطوا ياكلوا ويا البصل يقصوا لها راس بصل قص راس بصل ويا البصل كل اللي قموا كلوا وياها بصل هي حط الظهر راسي فرقدي خلاص ما تنشي بعد زين وقبل كانت عاد اليمعات ها خبرينا عن اليمعات اللي وهذا اللي عقب ما نخلص من هذاك ونبدا مره تستوي بودره هكذا هاي اللي فيها روح احنا هذا عاد ناكلها اي هذا عاد ناكلها اللي شويه فيها روح او تبيها بودره مره مو لي اياها شوفي ريحتها بس تبي تحطي شم الريحه انت بس شوف الريحه لا تشتقي ريحتها زينه سمك 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 ترى ما احسها زينه طيبه عارفه انا اكلها بعد ايه تبي تحطي فيها سنوت بتحطي فيها جنجبيل يعني انتم الحين هاي تكون ساده ما فيها شيء هاي ايه تبي تحطي فيها مذيبه سنوت تبي تحطي فيها لوم يابس لوم يابس يعني تخليه اي بس مره وتكسيه وتطحنيه وتحطيه ويا السنوت يعني انتم عندكم خلطات خاصه هي تبي تحطي انت حطي على حسب اذواق الناس حسب اذواق الناس هذه كل مره كنت انا في القريه اللي نصوب الحصب كنت ابيع هاي السحنه كنت هناك مطلوبه من الجمعيه الخيريه وش اسمه ايد العامله
وصرت وشليت هذا يعني وايد شال لك أمية ويا واحد شايب من رأس الخيمة ريال كبير يعني كذا. قال بنتي وش تبيع؟ قلت لها بيع سحنا. قال هاي السحنا وشو فيها؟ قلت لها هاي السحنا فاضية ما فيها شيء. قال ما فيها هيل، ما فيها سنوت، ما فيها لوم يابس. قلت لي لا أنا جايبتنها فاضية ما فيها شيء. قال زين باكر بعدنا إحنا موجودين هنا يبي لي 4 دبات كبار. قلت لي الدبة الكبيرة ب100 والصغرها شوية 50. كان يقول يبيهن يبي 400 يبي لي، لكن حط لي هيل وحط لي سنوت وحط لي لوم يابس احني مع بعض. بالباكر نشيته وطحنته هذا كله مرة وحطيته خلطته ويا الاستحنالي. بس يوم حطيت فيها الهيل طلعت ريحته شويه فوق ريحة يعني الهيل يعني ريحه الهيل يعني ما طلعت ريحه زفر الاستحناء الجاشع وهذا مش ريحته، طلعت ريحه الاستحناء ريحه الهيل هيل هيل. هم يمكن هم بروحهم هناك يسووا، احنا ما نسوي هناك ذا. بس سويته حقه وشليته وديته له واشترى اشترى مني. قال يقول لي هذا والله هذا يقول احسن. قال عشان زوجتي يقول مسافر علاج وما حد عندي. انا يقول صور الحين بعد في صور بسوي يقول العيش وبحط عليه سحنا وباكل وتمر وبصل وبس خلاص. شو بعد لين تجي الحرمه؟ قلت له هاي الشغله يوم يعني اول يوم البحر طالع يعني موي يسموه خب اول البحر خب موي مثل الحين يطلع البحر برا ما يصيروا للصيادين يصيدوا قبل ولا يصيروا يضغوا مضخرين اليوم سحنا وقت الشتاء ولا وقت القيط اي شيء داقين اسطول لان اصلا ما يختر لا 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 هذا لين السنه الجايه لين عادي ما يختر عادي يحط في الثلاجه ولا يعصر حتى يلا اللي تخليها لين 2020 هي مثل ما هي ما يختر ما يختر ولا يتغير لونها مدعمه بالثلاجه اذا خليتيها برا تستوي لونها حمراء 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 بتحمر تستوي حمراء ترى برا خلاص تمت لكن يصير يعني اذا طيب في الثلاجه يصير في الثلاجه مال الدياي وهذا وخليها وكلي منها ما بتاكليها خليها طلعيها من الثلاجه ان شاء الله تمليها كم سنه ما تخترب خليها وما يتيبس ما يتثلج لا لا ما تثلج تم مثل ما هي هاي الحين بالثلاجه انا طلعت منها اوكي الحين متى بالثلاجه من شهر وشيء في الثلاجه طالعت لنا ويبتل يا الله يوم حد قالت لي شيخه ما تعرفين لان احنا كله سويناه ووزعنا عيال منو هاي انا هيون هاي هي عيال منو هاي يا الهمبرجر يا النقاء نقط هذي الاندومي الاندومي سوي لي بلال يطمق لي شوية هذي لا قرص احنا عيال القرص هاي عيال وش والله خاطري اكل القرص تصدقين ايه قرص وسمن القرص من شو انا اشوف اللي يسوي عينة ويفرونها في الضوء بس انا ما اعرفها يعني انا مرة واحدة ذقتها يعني من كم سنة حد يسميه قرص حد يسميه شوب سوي على الطوبه عين الطحين يابسه شويه ما يعني لينا متخزه تحترق مره مرتين عقب بتسويها عدله هي سويها مره وخليها وحطها انتي انا اسوي ورشي عليها سمن بتسوينا تحترقين مره زيت ولا سمن عربي مال البلد خنينة الحين مسوين حركات يسوونها بالتمر يسوون رشي عليها خنينة الحين هذاك يسموها مدلوشه و مدلوشه يسموها يعني الطحين يجيبوا طحين وعينه وسووا يعني يابسه ودلكوا في صح وحد منهم لا يسووا القرص وخلصوا يابوا السحنة طلعوا من النوى ماله وحطوا في صينية ولفطة سووا يابوا القرص وفتتوا وياه ودلكوا صبوا عليه السمن خنينة خلصوا وحطوا للي هال يأكلوا أو اللي ضيوف اللي جايين حطوا في هذه قلصة احنا أول نسميها طاسة مقفلة قلصة الحين يسموها حطوا فاي تم مدة بعد يتم لهم اللي يجي بعد قهوة منه نفس البذيثة هي وهو يعني نفس الطريقه اللي يسوون فيها المالح يعني نفس الشيء بس يحطونه في الماي وملح لا المالح غير المالح 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 هذا المالح يعني الحين هالسمك يعني نفس الشيء الحين تيبسونه هو نفس الشيء تحطونه في لا 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 هذا المالح اللي يبسمك قباب غير يعني شيء موجود هي يبسمك قباب سمك قنعد سمك جودر اي شيء تبي تبان اي شيء من السمك تبي استوي مالح وتسوون انتم مالح هي نسوي مالح جبنا وشرخنا قصينا الراس عقيناه شرخنا السمكه هاي بدون شوك يشلون الشوك وعقب هي لا ما نشل منها الشوك ما بنشل منها الشوك يوم تنطبخ هي فلقناها كذا وفلقناها كذا فلقناها بسكين ويبنا المالح وذره ملح يعني زياده عاد حط عليها الملح عشان ما تخترب داخل السطل وضغطنا عليها حط عليها لوم يابس حطي تبي تحط عليها زعتر حطي زعتر وسكر عليه وخلص تحطونه في البيب وتسكرونه سكر عليه مره وخليه عاد في الشمس لين يسوي ماي انزين الاول نخليه احنا في الشمس لين ناكله هي. الحين لا خليه في الشمس والله لين يسوي ماي يوم يسوي ماي شليناه وحطيناه في الضله يعني انتم ما تحطونه ماي
لا ما يحول ما يروح ملح روحه بروحه هو ترى عموما يعني هذا الماء المالح ايه بروحه 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 يطلع يطلع ماء يعني من يعتصر ترى من الماء من الملح الملح الزياده وانا اتحرى انه اصلا يصبون عليه لا لا, لا ما يصبوا عليه وش يسموه يحطوا له المالح مره وحطوا عليه اللومي حطوا عليه هذا وش يسموه الزعتر وحطوه في الشمس يتم عاد في الشمس ليه شهر شوفي القلاص متزر يعني هالسطل متزر ماء من المالح غرق عاد المالح يوم بغرق المالح تقول على المالح شهر نضي يعني بلي بعد 20 يوم 30 يعني يوم هذا يعني 15 يوم زيادة يعني مثل يقول حد يقول 40 يوم احنا نخلي حد يخلي بعد شهرين ما يمسوه ويبناه وحطيناه في الضلة يتم في الضلة عشان ما يخترب ولا شيء وايد شدة الشمس وتم الان عاد انت متى بتاكلي تطلع القطعة هاي السمك وتغسليها من في الماء من الملح مرات نطفيها تحطيها داخل جدر تحطي عليها ماء تحطيها على الغاز خليها تثور عاد تبيها تثور ياكلها تحت العيش واللي ياكلها ليتي تبيها تثور من ثور اذا تبيها مثل حدر العيش تبيها حدر العيش حطي خليها شويه تثور ما تبغى ما تشوفي وجهها ما تثور شويه سويها حدر العيش ما يعني ما مو قادره استوعب شو البرياني تستوي مره نفس البرياني فكره سمك برياني دياي محطوط في ماي وصار لك كم سنة احس شي سمك معتق لا لا بالعكس هو ترى في ملح بالعكس هذا الملح هو اللي السمك اللي تجيبيه من الجبره وتاكلي احسن المالح وغير انه في مواسم يعني مشكله مواسم لا 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 ما كل المواسم يعني الحين هذا موسمه اصلا تشوفي وبعد احلى شيء التنعد انا احب التنعد الصراحه تنعد الضباب اي شيء تبي تملحين تملحي وغري تبي موغر وغري وحط عليه شويه ماي عصر عليه ليمون وسوي عيش ابيض ورشي الماي وحطي المالح عليه من فوق واكلي تبي حدر العيش سوي حدر العيش حط ليش حدر العيش سوي بستوي شروي البرياني برياني الدياي كانه برياني مالح نفس الشيء نفس الشيء نفس البرياني الدياي انت تاكل برياني الدياي هذاك مطبوخ مسواه هذا ترى ينطبخ ماشي كيف ينطبخ ترى مطبوخ عقب ترى ترى تقول لك ما توقعي خلي نظفيه بس خذي هاللحم ماله بس ولا الجلد ما جلده وهذا والعظام كله خوزي يعني ما تاكلون شيء على طول؟ لا 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 خوزي. على طول هو ترى انت اذا تبين فور يغسلونه اول شيء وهذا ويحطونه في الماء يفورونه اوكي؟ اذا بتسوينه تحت العيش ترى هو تحت العيش نفس الدياي شويه اي نفس الدياي كيف تسوينه وهذا تحطين فيه بهارات وهالسوالف نظفيه وسوي نفس الحمسه صالونه يعني ناشفه وحطي عليه العيش يوم بتدوري تغرفين بتغرفي عيش نص عيش ابيض ونص عيش ويا صالونه ويا هو هذا المالح بس اكلي حط لي راس بصل كانت ببصل اي لا حق الراس كانت بترقدي هذا المالح لكن هذا قاشع هذا غير سالفه غير هذاك سالفه غير هي بس هذا ما يحطوه في الماء هي يمكن في البيت تقول حق ما سوي لي اندومي الا سوي لي ما ادري اول بعد هذا السحناء بعد اول يوم هو ما ياكلوه بعد يابسه كذا هي بعد تسوون شيء انتم حطوه داخل كذا لقى صبوا عليها ماي اسرع عليها لومي وحط غرف العيش في الصينيه وحطه ودرنا كلنا مع بعض اهل البيت والله. الحين انت روحي جيب صحن هذيك روحها بصحن ها روحها بصحن ها روحها بصحن لو ايش الصيني هو الصحن بعد ما ياكلونه كله شوف هذا الجو سووا العيش سووا لها يلا قاموا كل لقمه قال بسي ليش والله عشان اذا حطينا صينيه واحده بعدين عيش احنا والله بنكبه بعد ما اكل منه وها ما اكل منه لكن انا بكخذ لي شويه على قياسي في صحن كلت منه ولا ما كلت منه ترى اكيد انه بكبه صح لكنها هو زين بعدها قبل كنا نلحس ايدينا عقب ما ناكل الحين الحين اذا شافتنا بتقول وش تسوي لو تكبي يا اخي مايا وش تسوين؟ لا يا ست لحس ايديش لا هاي سنه لكن هاي سنه يعني هاي اول احنا ما نتغسل داخل المغاسل ولا الماء يصير في المراحيض نتغسل داخل طاسه ولا سطل محطاه فيه ماي نشيل بيدينا نغسل كان صابونه ترى غسل لنا صابونه واحسينا خلاص نغسل اليدين ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج حتى الصحن لحسينه ما في شيء لحسينه ما في شيء خصي اذا قال صحنا وماله تحس الاكل غير صح يعني ما مثل الدياي يوم يحط الدياي كلنا لقمتين ثلاث قمنا انزين وعصير السمك ماشي عصير سمك لا في بس مرقت ماي مهياوه ماشي المهياوه في مهياوه المهياوه بعد هذا القاشع المقطع شوفي هذا هذا مقطعينه انزين هذا يقطعوه ونشيله كان ما اعرف عندنا يوم التسويه ما اعرف ليه المهياوه يمكن يغسلوه ويمكن ما يغسلوه ما اعرف ما اقول ليش ويحطوه داخل حال يحطوه داخل يعني مثل اسطول ويحط عليه بهارات ممكن شيء بهارات يحطوا عليه ايه بهاراتهم اللي هم يعرفوها يعني اللي متعود يسوي مهياوه ويخلوها بعد ما ندلها كم شهر يعني شهرين شهر ونص ثلاثة شهور ما ادري كم يحطوها
عقب نشلي عاد وخبصوها. زين هذا هذا اللي نشوفه في الصورة شو هذا؟ شو هذا؟ ما أشوفه. قاشع قاشع ولا عومه هذا؟ هذا أخضر. هي أنا أشوف شيء أخضر، ما شيء شيء سمك أخضر. ما شيء سمك أخضر. هاي يمكن محطاي ويا الزراعة مال ماي. يمكن في هذا. بالجرجير أعتقد يسوونه. ويا الجرجير. ويا الجرجير. ترى هي يمكن برية. يمكن برية. برية. برية طابخينها وخلطيها ويا الجرجير ولا ويا الغاف ولا ويا هاي الغلينقة. إيه بربير يسموها الحين أول نسميها. وشو هاي البرية؟ البرية. هي هذه. هذه رطبة. أوكي اسمها. هي هذه هي رطبة. ما مقطع نجيبها ونقطعها عن تعصب عليك بعد نجيبها ونقطعها قطعناها وغسلناها بداخل مشخال صل منها الدم مره موليه نظفناها حد منهم يوغروها انا اوغرها بالنسبه لي انا باقين ما ادري فيهم انا اخليها تثور شويه ونشوى في لقا واطلع لان عيالي ياكلوها ما اقول ما ياكلوها لكن ما ياكلوها كذا راسا اطلع منها الشوك اللي داخل عقب ما تثور زين هاي هاي ما يقلونها شي ياكلونها لان انا شفت حد شي كانوا مقلينها و الحين اليوم يونا البشاكير طال عمرك الحين صح يوم مش الحين يوم يونا البشاكير سووا لنا صالونه صح صالون لازم يسوونها حاره يسووا لنا من هذا انا عندي قدامه بطاط سويها صالونه انزين وما يكون تكون تم يابسه ولا تلين لين خلاص يودي يحطوها في الماي يودنوها في الماي لين وقت الطبيخ حمسوا لي هاي حمساتهم اللي هم يبوها بهارات عقب شلوها وحطوا لي بهارات وما بهارات عقب غسلوها مره عصروها وحطوها تطلع حلوه بعد فنانه ايه صح هي. ولا ما يحطوها يسووا بها صالونه روحنا احنا يعني نسويها العرب صالونه ما نسويها صالونه احنا ناكلها هكذا هاي هاي بودره زين في في بعضهم العرب على بالهم العومه ها على بالهم البريه هي العومه لا لا هي العومه فيها صفر العومه يقول عومه ماكوله ومذمومه يعني وايد فيها شوك عظام وايد 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 هي تكون بعد شويه كبيره ايه فيها شيء ما على حسب شيء فيه صغار شيء فيه كبار كبار مال المقلي يقلوها وياكلوها مقلي كذا ويا تمر والصغار يطلعوا العظام منها فسخوها فسخوا منها العظم العمود الفقري ونشلوها وسووا طبخوها سووا صالونه جابوا لها غاف جابوا لها رويد جابوا لها غليندا وقصصوه وكلوا وياها ولا بصل هاللي جابوا لها انزين والعومه نفس لا ايش اسمها الصيمه نفس الشيء وهذا نفس ربيان منشف ولا شو بالضبط هالشيء؟ ايه ربيان ايه ربيان ناشف ربيان ناشف بعد الحين نشتريه من الاسواق شو يسمونه؟ ربيان بس عادي ربيان ايه ما يسموه شيء يسموه ربيان ناشف نشتريه بالمن بالكيلو ونجيبه يعني اليوم بتسوي ربيان حدر العيش ودني اليوم الصبح عشان ناشف عصه شويه حطيه في الماي وخليه لين وقت الطبيخ تصلي زين من الزفر وهذا ترى مجففين من ريحته هي مجففين وحد يصب عليه ما يحار لين غايه الطبيخ وعصروه مره وشاطوا لي البصل وما بصل وهذا لوم يابس السوالف لوم يابس كل شيء البهارات مره وحطوه عقب ايش طبخ العيش الابيض وكبوه عليه تم عاد تحت يوم غايه الغراف يجي الابيض فوق فوق الصالونه نفس البرياني نفس البرياني هي نفس البرياني انزين سؤال الحين في الفتره الاخيره قاموا وايد ناس يتكلمون عن خيل البحر على قولة أخونا منذر المذكر العيامي خيل البحر يقولون يسوون صالونة يسوون خيل البحر ما عرفت أنا أول مرة أسمع يسموه الخيل الخيل هالي صغيرة يمكن ما أعرف عنها خيل البحر هي ما أعرف عنها خيل البحر الخيل هالي تعني الكبيرة ولا هالخيل في خيل صغيرة أشوف أنا بالهذا شو المصارين تكرمي كذا صغار يشوفوا يأكلوا الهنود يقطعوا كذا صغار 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 ويسووا صالونة هنود لكن ما أدري هذه الخيل ولا هذيك الخيل الكبيره اللي يقول اللي تاكل طب على وادم ما اعرف عنها على وادم انا ما اعرف عنها ما اعرف هم يسمون يقولون خيل البحر صالونه وفي بعضهم يقولون يسوونها حتى دشيد خيل البحر ما فيها شوك انا ما اعرفها صراحه ما بكذب على بقول ليش يمكن هي لها مسمى ثاني يمكن لها ثاني اشوف انا بالجبره كذي صغار طوال كذا بس شفاف يعني مو شفاف يجيبوا له بس ياكلوه الهنود ما احس العرب انهم يعني ياكلوه كذا بس بيض السمك والله وايد حلو يمكن هذا احبه هذا احبه يعني ما تحبي بيض السمك ما تحبي السحنة؟ اي لا البيض نفس الشيء الا نفس البيض من السحنة لا شو يسمونه؟ بيض السمك بيض لا لا بلا يسمونه شيء ما ادري بيض والله احنا نقول عنه بيض السمك عاد من قصة من النص نشوفها نحصلها داخل عاد يعني اذا يبتي تشنعريها سامور يبتي شعري حبول ايه حبول حبولها صغار صغار لكن بيض كبير يجي
ما اعرف عاد انا اللي اعرفه هذا ويقلونه هذا هذا يعني سمكه صغيره هاي في السمكه الصغيره هاي يعني يقول صغار بس هذا الكبير مال هامور كنعد مال شعري هذا السمك الكبار اللي يجيبوه الكبار براحهم اصلا ينظفونه ويعطونه يبيعوه حتى هالكبر بس ب 50 يبيعوه غالي في الجبره نشتريه ويبناه وقطعناه دواوير دواوير قبلنا لليحال وكلوا الاولاد الحين شحيتيني في الحبول ها كله عادي ما اشتهيت الا الحبول ما كليتي مخ الله يعزك الهوش ها عادي احبه عادي 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 انت كيف الهوش ياكلون الهوش ياكلون دياي ياكلون لكن قولي لهم ديال مال البلاد عربي سوي لنا انت لا صدق والله دياي البلاد معنا متربي عندنا في البيت وربنا بيديك اشوف لي له هالطول الدياي العربي ليش؟ عندي ولد يوم يا اول ما سويت الدياي حطينا الصالونه طيب يطالع يشوف الريول مال الدياية شي واقف يقول لي شو ما هذه قلت له دياية قال هاي عديمة النعال ما باها قلت له كل انت بتشوف زين ما با ما ما با ما قلت له انت كل مرة واحدة وبتشوف رش الصالونة وخذ البطاط وهذا الخضرة وكل قلت له كل انت هالفخذ شوف الفخذ زين كل مرة واحدة الحين ياكل هي الحين ياكل زين ليش ريولها طويلة؟ ليش شو فرقت عن الديايات الباقيات؟ ترى حد منهم روح ريولها طويلة وحد ريولها قصيرة كل بس الدياي اللي مال البيت كلهم ريولهم طويلة طوال طوال هي عديمة النعال ضاربين ابر ضاربين ابر هي هي اي ابر هي بروح تاكل شو تاكل سح تاكل يحل تاكل كل شيء الحمد لله كل شيء نظيف الماء اولها يصير اني يحوط نبرع ياكلنا حي الله شيء لكن الحين حافظين داخل قفاصه ننظف عنهن نحطين لهم سطول ماي نحطين لهم هذه مطارات مال الماي دبات يشربون قاعد يخليهم وصاخ مدلعين مدلعين شيء هي نحطين لهم صياني نحط فيهم الاكل العيش فضلات لتزيد عنا نوديه حقهم ما نحقه في زباله نوديه حق الدياي وكلوا الدياي دياي ولابو حتى الرويد نجيبه قطعنا ولا اللي زاد شلينا وحقنا على الدياي عيالك ما يخافون من الدياي؟ لا ما يخافوا عيالي ولا عيال ولادي بعد ما يخافوا ما شاء الله طول الوقت متودنين في العزبه عند الدياي ما يخافوا من يجيبوا التم قوم ودانا احنا نتغداهم واقفين ليش؟ يطالعهم بابا قوم نسي العزبه بابا انت ايش تسوي؟ اقول لهم انا ابوي تورثوني وانا حيه خلي الدياي مكانهم لا بس نشوف الهوش بس نشوف الدياي يركضون وراهم ولا انت هواي انت هاي بناتي لا ما ماكلين احنا مال البلاد ما نبى مال البلاد لا لا احنا الحين بنطلع من هنا بنصير ندور لنا برجر شيء هذا انتم مال هذا لا ما مال يسوون زين حتى لو يسوون براحهم بنقول براي يسوون براحهم لا يسوون الحين شو يسوون الحين البنات شو يعرفون يسوون حتى الاندومي اندومي معنا جاهز بس اللهم يصبون فيه ما بس ما يخلونه شوي لا لا مع هذا ما يصير يسوون ميري سوي اندومي لا انا اسير لا اسوي اندومي صراحه ما يسي اسوي اندومي اسير كافتيريا اقول ابو اندومي بس حط لي واجب الحين الكافتيريات ابوي قام تسوي اندومي الطاسه الكبر ب 20 درهم صاروا يا ابو داروا ياكلوا ما يندلوا كيف هو سواه كيف ما سواه ما تعرفي لكن اذا سويته الام بروحها بيديها شغل ايديها غير انت الحين مثل ما متغدي في المطعم مثل يوم تغدي اكل امك لا طبعا غير هل تروح حلوه اللبن لا احنا بعد نكون ضامنين انه في نظافه اصلا بس بعدين حلوه اللبن طبيخها غير غير يعني فيها ريحه فيها مزه غير يعني هذا طبخه من لبه فؤادها من قلبها لين اعز ناس عندها يعني لين دمعت عينها وتنقهرين اخر شيء يقول والله تغدينا يعني قصه يوم يتجمعوا الحين كلهم في الدوامات تطبخ الخدامه تاكل منه شويه ولا ما اكلتي منه لكن يوم يتجمعوا يوم الخميس وهي يوم الجمعه تحس الوليمه كبيره تحس البيت ليه ضجه البيت ليه هيبه البيت ليه والام وين طايحه من الساعه 10 في المطبخ لين الظهر يأذن الظهر وقت الظهر بس جات وسبحت وصلت وخلصت وهذا يلا ردت تغرف مره ثانيه تغرف ليهم هذا روحه وهذا بروحه وهذا بروحه سوت البرياني دياي سوت مقبوس دياي سوت صالونه لحم سوت ما يبم ما يتبصن سوت حد سوت ليه مشواي سمك ما وحده شغله احنا لو نروح نرد ترى لا شغله ما شغله ما تسوي شغله وحده بتسوي هريسه بتسوي مضروبه بتسوي عرسيه هذا ساعات في بعضهم يسوون حتى الغداء ويا العشاء مره وحده سوت الحلويات لهم اول بعد احنا ما نعرف وش يسموه تعلمنا يعني من هذا الخبز ومنا والهذا الشيفات بعد اللي في التلفزيون الحين من طلعنا الشيفات في التلفزيون نشوف ترى حتى اللي الحين خواتي اللي ما يعرفوا يقروا ولا يعرفوا يدرسوا لكن الحمد لله الله خلق لهم اذن وسمع وبصر يشوفوا التلفزيون شو سوى يحطوا في بقلبهم يعرفوا ركزوا في مخهم سووا كيف ما سويتي هذا سويت ابوي شفتوا من التلفزيون وسويت تبعت التلفزيون وش سوى وش حطه وش بعض ما كتبته لكن كتبته في عقلها كتبته في مخها يوم شافت التلفزيون كيف سوى يسوت شروه
اكيد هي سوت شروه اكيد صحيح. ولا احنا وين تعلمنا؟ احنا تعلمنا عند امهاتنا اللي احنا الحمد لله عيالنا كبار خلاص احنا الحين نعتمد عليهم وان شاء الله الخير على امهاتنا. البنات الحين كل وحده دفترها هالمتن مال الطبيخ ما وش انزين هذا الطبيخ كل شيء فيه لا هي تعرف بس تسوي مندومي بس سوي تندومي يا ولا كب كيك كب كيك بعد بدون سكر ساعات ان شاء الله راح نسوي حلقه ثانيه تخص بالسويتات ولا قلت نقانق لين عيالها وحطته داخل الصمون وسكرت عليه حط قصت فيه خيارها اللي قدرت عليه قالت لي ابوي دق كل شيء غير ما تقدر عليه صراحه السوالف وياك ما نعم هذه سوالفنا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله عيبتكم سوالف شيخه نشوفكم باكر ان شاء الله في نفس الوقت دهده كل وحده عندها شغله دهده تخلص صوتي لس يم التلفزيون حياكم الله ومشكورين على الاستضافه وما قصرتوا وان شاء الله انا ما قصرت بعد ومع السلامه الله يعطيك العافيه مشاهدينا انتهينا اليوم حلقتنا مع انها كانت مشوقه بالنسبه لي وحسيت ان ما ودنا نخلص نشوفكم باكر ان شاء الله في نفس التوقيت سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتمسون على سعاده.